تري بيان سيتي بارفي يعني غنت كل الغنيات نحبوها الكل نيكال يافي ريان ادجير بريزونطاسيون تهبل على الاخر سي لا بروميير فوا نجي لكارتاج يعني عجبتني على الاخر ا روفير ان توكا تبارك الله عليها نجوى كرم ديما فنانه كبيره وابدعت الليله وشتا مانيش عارف باش تجي شتا ولا لا لكن ابدعت فنانه كبيره برشا وامتعت الجمهور حقيقه سهريه ممتازه تفتق محلها محلها مالغري غنيت مدلي معناها لا غنيت كل معناها قدم وكل شيء سينو سافا محلها محلها بارك الله على نجوى كرم ولا مازالت كنا صغيره تبدل فيها شيء بارك الله فرحتنا وجوابها صخرة واو 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 المسرح كثير مليان والست نجوى لها جمهور غير عادي بتونس صحيح بعد غياب كثير طويل بس ولعت عن جد كثير بتجنن وهجوم ما شاء الله لابسين جايين من ليبيا خصيصا باش نحضروا نجوى كرم وسبحان الله غنت في الجزائر صبت مطر غنت في تونس صبت مطر ان شاء الله في جرش مطر حتى وجه خير يعني وجه خير على تونس وعلينا كلنا وهي اسطوره مو ست نجوى اسطوره شمس الغنية العربية لبنان ومن الجزائر مش من ليبيا بس يعني جايين نحبكم يا شعب تونس كمان اجوا من لبنان اجوا من لبنان لهون يلا راح سهرية حلوة برشا طيارة ماني فيك تبارك الله صوت طيارة برشا نحبها برشا نجوى كرم وان شاء الله نشوفوها من خير ونتمنى لها التوفيق وكل شيء من ناحية الغناء والأداء خاصة انها هي بدات سهريتها بكل ما هو قديم وقاعدة ياسر تغني في القديم شنو رايك؟ والله سي فغي كو فما حاجات القدم اما حلوين برشا ديما ساعات نقول انا الغنايات القدم خير من الجدد بصراحه برشا جو سورتو على الدبكه على الدربوكه وذاك شنو نحب التونسي جو اون بلوس كي تبدا تونسنا لاباس والحمد لله هذيك ليسونسييل معناها والله إجا نقول لك المحل هو قديم أما ديما حلو غناها حلو صوتها حلو وقفتها على الركح حلوة تقعد ديما حتى ما عندهاش جديد تقعد ديما نجوى كرم شنو هي رأيك ساري؟ حلوة عجبتني سهرية مش عادية حتى طرف هي ماهيش نورمال حتى طرف حتى طرف حتى طرف تقتل 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 على الاخر هذاك شنو نجم نقول على نجم بون الحقيقة اللي تي ان سبيكتاكل أكثر من رائع أما ديوغي ساعة ونص فريمون سي تري تري بو بارابور للبوبليك اللي جاها من اللي بدا فيستيفال كارتاج السنة بريسك بور لا بروميير فوا بار الأمريكان هذاك بور لا بروميير فوا يتعب هكا تدخل بعد العشرة ونص وتخرج قبل نص الليل أغنية واحدة جديدة غنيتها بارابور الجمهور كارتاج أون نو ميريت با سا من نجوى كرم نستناو توضيح من إدارة المهرجان على خاطر هو اللي قص عليها هو اللي دخلها بالبوكي دو فلور والله تحفونا برشا يعطيها الصحة و فريمون اكسيلونت اما عندها فازة خايبة كي خرجت من غير ما تحي الشعب معناها نورمالمون تقول لنا بونوي تو سامبل سيتي بون سواري بكدي نجوى كرم برشا جو برشا اغنيات الناس الكل تشطح حتى من هي تشطح سيتي تخو بيان فريمون لي شونسون تاعها توب توب على الاخر برافو لنجوى كرم سورتو برافو سهرية روعة على الاخر طيارة حضور روبتها هي فريمون سهرية سورتو روبتها روعة 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 على الاخر